كما أقر الفاعلون بارتكابهم الجرم المنسوب إليهم قد تم استرجاع المسبوقات المتمثلة في حوالي 3 مناطق. استغلالا للمعلومات المستقاة، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية ذات التدفق العالي، متكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 32 سنة، ينحدرون من ولاية بجاية واسترجاع حوالي 3 قناطير من كوابل الألمنيوم ذات التوتر العالي. تعود وقائع القضية إلى معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بواد غير، مفادها تواجد 3 أشخاص بالقرب من قرية بشيرن يقومون بتفكيك أسلاك كهربائية ذات التدفق العالي. على إثر ذلك تم تشكيل دورية ومداهمة المكان أين تم إيقافهم، وهذا بعد محاولتهم الفرار. بعد التحقيق معهم تبين أن الكوابل النحاسية مسروقة من محطة تحويل الكهرباء الكائنة بالمدخل الرئيسي للقطب الحضري إغزر وزاريف بلدية واد غير، كما أقر الفاعلون بارتكابهم الجرم المنسوب إليهم، حيث تم استرجاع المسروقات المتمثلة في حوالي 3 قناطير من كوابل النحاسية ذات التدفق العالي وحجز مجموعة من المعدات تستعمل في السرقة، منها منشار كهربائي قاطع الأسلاك الكهربائية يدوي من الحجم الكبير، 2 كماشات، 2 مآخذ تمديد الكهرباء، 6 هواتف نقالة، سيارة نوع بولو وشاحنة صغيرة تستعمل في نقل المسروقات. تم إنجاز ملف القضية وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية.